النهاردة هنعمل ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض الكبدة بالردة على طريقة اكبر محلات الشرقاوي. اقطع تاني. اقطع تاني. اقطع حتة كمان. اهو. هنعمل مع بعض الكبدة ونشوف طريقتها ايه. وبعد كده نعمل لكم سلطة الكبدة. وان شاء الله باذن الله نعملها مع بعض وتشوفوا الطراوة اللي بتبقى فيها والقطعة عاملة ازاي ولا محتاجة بيض ولا اي حاجة. هنشوف مع بعض طريقة الكبدة واقول لكم على المقادير ايه. الرحيم كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة هنعمل حاجة تسألوا عليها دايما برضو هي الكبدة بالردة. متاخدش بيض ولا حاجة بطريقة حبيبي وصاحبي محلات الشرقاوي. يلا بينا نشوف المقادير ونشوف هنعمل ايه بسرعة. يلا بينا. المقادير معانا ايه؟ الحمد لله ان هو ايه بس بتاكل ساعه بس هي استوت. يلا بينا شغال. المقادير بتاعتنا ايه؟ بيكون عندي معلقه ثوم ممكن ادق فيها فلفل حار هتدي طعم رائع، بس انا بصراحه ما بحبوش الفلفل الحار. لا تعبوا بطنهم تعبت. وادي الكبده طبعا معاها فص ليمون عصير ليمون وادي الرده بس هي دي القصه. التتبيله بتاعتنا عباره عن ملح كترش الملح وادي الكمون وادي الكزبره بالشكل ده كزبره ناشفه. ونقلب الكلام ده كده مع بعضه. تمام. وبعدين قلبنا كل الكلام ده مع بعضه كده هناخد عليها التوم بالشكل. ممكن اسيب الكلام ده شويه كده هما بيسيبوه. شفنا. نعم. ليه دايما بتقلب بالمعلقه؟ هو ما ينفعش اروح ماسكاه بايدي تك عشان احس ان التوم تبل كل شرايح الكبده. انا معاكي بس عشان ما حدش يتضايق يعني لان ما معيش كلابز. ما انا اللي هاكلها. طيب هنروح بقى يكون الزيت على النار وشرايح الكبده. يا ريت لما نقطع الكبده من الجزار نقول له يجيب حته من الخد ولازم تتقشر عشان ما تشدش معاكوا. وبنغرف ده على بقدونس او على جرجير. يلا طب بينا. سؤال جوهري مهم جدا يا شيفنا. معلش ناس كتير جدا بيتخانقوا مع بعض، الكبده بتتغسل ولا ما بتتغسلش؟ ما بتتغسلش ابدا ابدا. سامعين؟ ابدا. اللي حلقاه بيقول الكبده بتتغسل هخاصمه وهزعل منه. هي المشكله هو مش عايز اقول الدنيا اذواق لكن اصلها مش مساله اذواق. الفايده بتاعت الكبده كلها عشان تاخدي اعلى نسبه حديد منها انك تعمليها كده بدون ما تتغسل. هنروح على النار. يلا بينا اغسل ايدي الاول ونروح على النار. انا عندي اهي يعني كان احد الاشخاص بيقول لي بتاخد بيض ما بتاخدش بيض كده. واضحه عندك ولا واضحه؟ الشيف بيحط الشرايح الكبده اللي احنا تبناها في الرده دي. رده يا جماعه مش بقسماط عشان الكبده البنيه بتتعمل بطريقه مختلفه. دي رده رده هيت. وبعدين ما ننزلش اخلص الحته وانزل بيها، ننزل بكله عشان كله ياخد لون واحد ودرجه سوى واحده وما تغمقش مني. حلو. يعني انت لو هتعملي الصوت يا حبايبي الصوت بالشكل ده كده اهو. وادي الثوم ونبدا على طول. لازم يكون الزيت سخن. كنت بتقولي لو هنعمل ايه؟ نص كيلو كبده هتتبليها كلها بالرده وتقليها على حوالي 3 مرات على طول في الزيت يكون سخن كده. ولازم يكون مكان موثوق منه اللي انا بجيب منه الكبده. طب دي تنفع بالكبده المستورده يا شيفنا؟ هم كلهم بيشتغلوا بالكبده المستورده. المحلات المشهوره جدا بتشتغل بالكبده المستورده. عايزه اقول لك حاجه، هو لو اشتغل بالكبده البلدي يتحبس. ليه بقى؟ لانه لازم لما التفتيش الوزاري يخش عنده تفتيش الصحه يلاقي عنده كرتونة الكبدة وعليها التاريخ وتاريخ الصلاحية بتاعها. لو لقى كبدة حتى لو هو جايبها غالية جدا بس مجهولة المصدر بيشمعوله المحل او بيتعمله مخالفة. بالظبط كده. اكبر الفنادق اكبر المطاعم كل الناس لازم بيشتغلوا بلحوم مستوردة. ولازم يكون عندي مناديل زي ما قلت لحضراتكم اطلع عليها الكلام ده. الكبده بعد ما تتحمر اطلع عليها الكلام ده.
طبعا عشان تمتص اكبر نسبه من الزيوت وما يبقاش فيه في الكبده زيوت كتير، وما نطولش عليها عشان ما تنشفش. طب شفنا في ناس بتحب تاكل الكبده مشويه بالرده. اه تحفه. طب مره ممكن تعملها لنا لو سمحت؟ اه قوي قوي عشان الدايت. اه ممتازه طبعا للدايت، شايفين كده على طول ما فيهاش ايه تنشف. ابدأ ارفع كده واطفي النار. على فكرة الكبدة مش غامقة ابدا، ولكن التصوير ظالمها، انا الاضاءة عندي في المطبخ لسه عايزة تتظبط. انا خدها هناك دلوقتي. الكبدة لونها براون. طبعا هي بتتحط في عيش بلدي وطحينة. هنبدأ نشيل كده ونقدمها مع البقدونس او الجرجير. الكبدة بالردة يا جماعة من الأصناف الحلوة جدا، بابا ربنا يبارك لي في عمره يا رب، كان واحنا صغيرين دايما يجيبها من محل مشهور قوي، أو كان المحل الوحيد في المنطقة دي في الظاهر، مش عارفة هو لسه موجود ولا لأ، بس أنا مش كنت باكل الكبدة وأنا صغيرة خالص، فكان دايما يجيب لي المخ بني. أنا مش بنسى أبدا إن هو كان بيعمل حسابي لوحدي ويجيب لي. كنتش بتاكليها وأنت صغيرة؟ لا خالص خالص. كنتش بتاكليها وأنت كبيرة عشان حظي الأسود. دايما اهتموا بإيه اللي بيحبوه ولادكم، واعملوا حسابهم في الحاجة اللي بيحبوها، عشان كل ده بيفضل محفور في الوجدان مش في الذاكرة، في الوجدان. في الودان يعني إيه؟ خليك في حالك. لا صحيح، يعني ايه محفور في الودان؟ في الوجدان. ادي كده الكبده بتاعتنا بالردة على طريقه اكبر المحلات الشهيره جدا. يا رب تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو اعمل لايك وشير قناه شيف محمود عطيه في قناه اسمها ايه؟ اسم قناتك ايه؟ لا مش هقول لك، هقول لهم انا بيني وبينهم. دي مراتي. حبايبي حبايبي قناه حنان جمعه، اوعوا تنسوا تشتركوا فيها. اللي هيشترك عندها هعمل له بلوك، وانا ما اقدرش اعمل لحد بلوك. اوعوا والنبي ما تخافوش، انا اللي ماسكه القناتين، بس محدش هيقدر يعمل لكم بلوك. اشتركوا في قناتي عشان خاطري انا، يهونوا عليا ده. سلام عليكم.